10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة ضمن مباريات المؤجلة والدوري النايل الدوري المصري الممتاز واستمرار مباريات على الفارس الأبيض نادي الزمالك. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة، القنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل 3 نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات، بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الفارس الأبيض نادي الزمالك أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 19 المؤجلة والدوري نايل الدوري المصري الممتاز. يذكر بأن المباراة الأولى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لهدف. مباراة اليوم على ملعب واستاد المقاولون العرب، القناة الناقلة أون تايم سبورت والمعلق محمد الغياتي. توقيت المباراة مساء اليوم الاثنين في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله، فتابعونا. يذكر بأن نادي الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المراكز الأخيرة والمركز 17 برصيد 21 نقطة. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل 3 نقاط مهمين ضمن منافسات الجولة 19 والدوري نايل الدوري المصري الممتاز. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.